تأتي إلى الجانب الأيسر لمواجهة آتسو، وسيكون في محل أحمد في محله أحمد المحمدي كظهير أيمن. قائمة المنتخب المصري على النحو التالي: عصام الحضري في حراسة المرمى، أمامه علي جبر وأحمد حجازي في قلبي الدفاع، ظهير أيسر أحمد فتحي، ظهير أيمن أحمد المحمدي، في الوسط المدافع النني وطارق حامد، وأمامهم المثلث عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، وفي الأمام مروان محسن كمهاجم صريح. أنتقل إلى قائمة منتخب غانا: رزاق في حراسة المرمى، أندريا دوم، أساموا جيان، وجوناثان مانسا، كريستيان آتسو، إيمانويل بادو، أندري أيو، دانيال أمارتي، سامويل تيتي، جون بوي، وهاريسون أفول. هذه هي التشكيلة الخاصة بمنتخب غانا. إذا هذه هي الأجواء. إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى زميل أحمد أو ضيوفك الكرام. الزميل أحمد نوير نشكرك شكرا جزيلا. ينضم طبعا نتحول مشاهدينا من الجابون وتحديدا من بورجنتي إلى محافظة الجيزة، ينضم إلينا من هناك مراسل قناة بين سبورتس عمرو فهمي.